ما يزال للطابور الصباحي نكهته الخاصة هنا في أعالي مديرية الجعفرية في محافظة ريمة. مدرسة القرية التي أنشئت إبان اندلاع ثورات الربيع العربي بمساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعاون أبناء قرية سامد، صارت نموذجا مبسطا لما يجب أن تكون عليه المنشآت التعليمية. الآباء تفاعلوا معي، تفاعلنا في العمل، تفاعلنا في البناء، تفاعلنا في إخراج الأحجار، تفاعلنا في قلب المياه، تفاعلنا في نقل المعدات حتى حق المقاول، الأخشاب من منطقة بير الحصامي، مشينا ليل ونهار من أجل أن نحصل على هذا المبنى، من أجل أن نوفر لأبنائنا الراحة. شكل غياب الدولة عبئاً على أهالي الجعفرية الذين بدورهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي وأخذوا على عاتقهم إنشاء المدرسة وتشييدها لتصبح صرحاً علمياً يساهم في القضاء على خطر الأمية الذي يتهدد أبناء هذه المديرية. حصلنا على هذه الأدوات وتأسيس المدرسة الذي ترونها ورأيتمها في المدرسة لشدة فرح الطلاب، فهم يحافظون عليها. المبنى ما هذه التأشيرة تحصل إلا لظروف طارئة فقط، ليست بأعمال الطلاب وليست بأعمال إدارة وليست بأعمال شيء، لكنها لتغيرة الجو. يقطع المئات من هؤلاء التلاميذ الصغار مسافات متباعدة بين قراهم والمدرسة، لكن صعوبة التضاريس وقسوة الطبيعة لم تحل بين رغبتهم في التعليم وتحقيق هدفهم، وهي صورة توضح مدى تعانق قوة الطموح ومواصلة الطريق نحو المستقبل. لي أنا متطوعة لمدة 4 سنة درست في مدرسة عوالي سامد ولا أحصل على وظيفة، واستلم راتب من الطلاب يفرقوا لي من 100 من 200 من استلم راتب شهر 12,000، وعزيت بعد الظهر الدرس محو الأمية كل يوم يجمع اللبن بس كل يوم لبن. مشاكل عدة تمر بها المدرسة تهدد العملية التعليمية في بلد أنهكته الحرب، لكنها لم تثني المعلمين من مواصلة مهمتهم، فبالإضافة إلى توقف المرتبات تعاني المدرسة من انعدام الكتب المدرسية، ومع كل ذلك تستمر في تأدية رسالتها السامية بطاقمها التدريسي المتفاني آخذين موقعهم من أعالي القمة التي يعتلونها كجبال سامد.